مرحبا أصدقائي في فيديو جديد. حول العالم يوجد مجموعة من المخلوقات الغريبة والمدهشة جدا التي تسبب الدهشة في نفوس الكثير من الناس، والتي تجعلهم غير قادرين على تصديق ما تراه أعينهم. نحن هنا اليوم في هذا الفيديو أصدقائي سوف نعرض عليكم بعضا من هذه المخلوقات الغريبة التي من حسن الحظ أنه تم تصويرها بالكاميرا. لكن قبل البدء أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد، وهيا بنا لنبدأ. في هذا المقطع استطاع هذا الرجل وزوجته تصوير هذا الثعلب الذي كان يتحرك على قدمين فقط، والغريب هو أنه كان قادرا على الحركة بطريقة احترافية جدا. كان قادرا على التوازن بكل سهولة كما لو كان يمتلك الأقدام كاملة مثل أي ثعلب. وقد قال هذا الرجل وزوجته أن هذا الثعلب بقي في هذه الحديقة لمدة 30 دقيقة بالكامل. في هذا الوقت كانوا جميعهم يشعرون بدهشة من قدرة هذا الثعلب، وقد أكد العلماء على أن هذا الثعلب من المفترض أن يواجه صعوبة كبيرة في الحياة، وذلك بسبب عدم قدرته على النجاة بعد هذه الإعاقة. لكن بالرغم من ذلك كان قادرا على المعيشة لفترة طويلة، حيث كان يتغذى على الحشرات، الفئران والأرانب الصغيرة وبيض الطيور. ويعتقد بعض العلماء أن هذا الثعلب تعرض إلى حادث في إحدى الفخوخ التي كانت توجد في الحياة البرية، وهو الذي تسبب في فقدان هذه الأقدام الخلفية. لكن البعض الآخر يرى أن السبب في هذا الشيء هو أن هذا الثعلب ولد بهذه الطفرة الجينية الغريبة التي تجعله يفقد الأقدام الخلفية، وهكذا استطاع المعيشة والاستمرار في الحياة، على عكس ما يعتقده الفريق الأول من العلماء، حيث أنه لو فقد الأقدام في حادث سوف يتعرض إلى الوفاة في أسرع وقت. على إحدى الطرق السريعة في الهند تم تصوير هذا المقطع الذي أدهش العديد من العلماء والمشاهدين، حيث يظهر في هذا المقطع مخلوق عار ويتحرك بكل حرية. لكن الغريب في هذا المخلوق أن جسده يشبه جسد البشر، لكنه ليس إنسان. كما أنه يمتلك رأسا غريبة وجسدا لونه شاحب، وهذا ما يجعل البعض يفسرون أن هذا المخلوق واحد من المخلوقات الفضائية التي كانت تعيش معنا على هذا الكوكب. حتى الآن لم يستطع أي شخص تفسير حقيقة ظهور هذا المخلوق على هذا الطريق في الهند، حتى أنه في إنجلترا تم التقاط هذه الصورة لهذا المخلوق الذي يبدو أصغر في الحجم من المخلوق الذي ظهر في الفيديو السابق في الهند. وكما هو واضح يبدو أن هذا المخلوق أنه واحد من المخلوقات الفضائية، كما أن لديه ظل على الأرض ويبدو بنفس هذا الشكل لهذا المخلوق. لكن البعض يرشح أنه تم التعديل على الصورة على برامج الفوتوشوب لكي تظهر لنا بهذا الشكل وتثير الكثير من الشكوك. تحتوي الغابة على العديد من المخلوقات الغير معروفة، والتي يحاول الكثير من المستكشفين معرفة هذه الحيوانات واستكشافها. لكن بالرغم من هذا اعتقد البعض أنها مجرد أساطير ولا توجد مخلوقات غريبة. في هذا الفيديو تم تصوير هذا المخلوق الذي يزعم الكثير من الناس أنهم استطاعوا رؤيته في غابات الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن هذا المقطع تم تصويره في جورجيا في الولايات المتحدة في الغابة هناك، وكان يظهر فيه هذا المخلوق العملاق المرعب الذي كان يختبئ بين الأشجار. كان يعتقد البعض أنه عبارة عن دب، لكن عندما اقترب منهم أكد هؤلاء الأشخاص أنه لم يكن دب ولكنه كان مخلوقا آخر غريب. عندما حاول هؤلاء الأشخاص الاقتراب منه وتصويره تمكن هذا المخلوق من الهروب منهم على الفور. وهناك فريق يعتقد أنه مجرد خدعة، حيث قام أحد الأشخاص بارتداء بدلة مثل الغوريلا لكي يتم تصوير هذا المقطع. كثير من أفلام الرعب تم إنتاجها حول ألعاب الأطفال التي تتحرك من تلقاء نفسها، والتي تسبب الرعب والفزع في قلوب الناس والكثير من البشر. ويعتقد أن هذا الشيء يحدث بالفعل في الحياة الواقعية، حيث أنه تم تصوير هذا المقطع من قبل مجموعة من الشباب الذين حاولوا الدخول إلى هذا المبنى المهجور. ويظهر في الفيديو هذه الدمية التي كانت تتحرك من تلقاء نفسها كما كان يحاول الشباب الاقتراب منها. هذا ما كان يسبب الرعب والخوف في قلوب هؤلاء الشباب وفي قلوب كل من يرى هذا المقطع.
كما أنه تم نشر هذا المقطع الآخر على تيك توك لهذا الشاب الذي كان يقول أن هذه الدمية كانت تتحرك وترقص من تلقاء نفسها بالرغم من أنه لم يكن بداخلها أي بطاريات. الغريب هو أنه قد ظهر لنا في هذا المقطع أنه بالفعل لا يوجد أي بطاريات في الدمية لكنها تتحرك بهذا الشكل، وهذا ما أدى إلى نشر الخوف والفزع لكل مشاهد لهذا المقطع الذي لم يكن هناك أي تفسير منطقي له. عام 2022 في ولاية شيواوا تم تصوير هذا المقطع الغريب الذي ظهر فيه عدد كبير جدا من الطيور وهي تسقط على الأرض، ومن سوء الحظ أنه تعرض البعض إلى الوفاة والبعض الآخر استطاع الطيران مرة أخرى من جديد. لم يستطع أي من علمائنا الوصول إلى تفسير علمي ومنطقي حول سبب حدوث هذه الظاهرة، لكن يرجح البعض أن هذا الشيء حدث بسبب موسم الهجرة بسبب انتشار التلوث بدرجة كبيرة في الهواء. وأنتم أصدقائي، هل لديكم أي تفسير حول هذه الظاهرة الغريبة؟ كيف تسرع عمليات البناء ويتم إصلاح الطرق؟ أن لبلاد بلا أنهار أن تنتج مياه الشرب؟ ماذا يخبئ لنا المستقبل من اختراعات؟ وما هي مهارات العمال المبدعين؟ الفضول سمة العباقرة، يجعل عقلك منفتحاً للأفكار الجديدة ويفتح أمامك عوالم وإمكانيات لا نهائية. ووسط ملايين المصادر والمعلومات، فإن مصدراً واحداً يجمع المعرفة مع المتعة، وهو كل ما تحتاجه. اكتشف نهر يتدفق بالمعرفة، نتقصى فيها الحقائق ونتعمق في البحر لنمنحك أدق التفاصيل بأبسط المفاهيم. تعرف على العالم وأنت أمام شاشتك. كيف تقوم البنايات وتصنع الآلات؟ أمهر العمال وأفضل التقنيات، طرق التصنيع ومهارة التطوير. اكتشف، أشبع فضولك وافهم كيف تعمل الأشياء من حولك. اشترك الآن واستمتع بالمعرفة. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب. ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.